سأل عن طريق الشبكة يقول يعمد بعض الأئمة إلى أن يجعل الصبيان على يمين الصف أو يساره بحجة أن الصبي يقطع الصف، فهل يقطع الصبي الصف وهل يفرق بين المميز وغير المميز؟ ومن كان على وضوء ومن بغير وضوء نرجو التوضيح والبيان. الصبي على قسمين، القسم الأول الصبي غير المميز الذي لا يؤمر بالصلاة، وهذا إذا وجد في الصف فإنه يقطع الصف ويكون ذلك مكروها، ما يبطل الصلاة لكن يكون ذلك مكروها، فلا ينبغي أن يقام الصبي غير المميز في الصف، وإنما يقدم ليجلس أو يوضع على جنب أو نحو ذلك بحيث لا يقطع الصف، إلا إذا وجدت ضرورة كأن خاف الصبي وارتعب وأصبح يبكي لما ابتعد عن أبيه فيحضره ليقف بجواره، فهذه ضرورة تسقط معها الكراهة. وأما الصبي المميز الذي يصلي فحيث ما جاء في صف فهو أحق به ولو كان خلف الإمام، ما يجوز أن يطرد الصبي المميز عن الصف الأول. بعض الناس إذا جاء وجد الصبيان في الصف الأول وهم يصلون 7 سنين 8 سنين 10 سنين وجدهم في الصف الأول وإلا خلف الإمام، قال ارجعوا وراء ارجعوا وراء ارجعوا وراء. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، والحديث صحيح، لكن هذا أمر لك يا صاحب الحلم والنهى أن تأتي مبكرا، أما تجلس عند امرأتك تشرب الشاي والقهوة والصبي المسكين جاء مبكر وصلى وجلس وربما يراجع حفظه ثم تأتي قرب الإقامة ارجع يا ولد وراء، هذا عدوان. الصبي المميز الذي يؤمر بالصلاة حيث ما جاء فهو أحق بمكانه، ولا يجوز أن يؤخر عن مكانه. إذن الصبي غير المميز يقطع الصف، وقد نص على هذا فقهاء المذاهب الأربعة، وهذا مكروه فلا يوقف في الصف إلا لضرورة. أما الصبي المميز الذي يؤمر بالصلاة فإذا حضر وسبق إلى مكان فهو أحق به، ولا يجوز لأحد أن يقيمه منه. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.